ميكسر بتاع القربان الجديد بتاع الكنيسة يسع up to 15 كيلوغرام of dry flour. 15 كيلوغرام of dry flour. 15 كيلو دقيق ناشف يطلع لك تقريبا من 23 ل 24 كيلو دو عجينة جاهزة. الماشين بتشتغل على سنجل فيس يعني باور عادي للبيت بلاج ان، وفيها زرار ستارت وستوب. انت اول ما هتبتدي اول حاجة لازم تفتح دي، هي البول ده غير متحرك فيكست، ما تقدرش لا تشيله ولا تحطه، بس هو بيتحرك وهي بتعجن. هو البول بيتحرك في اتجاه واحد، وادي السهم معمول ان هو بيتحرك كلوك وايز، بيتحرك كلوك وايز. وبعدين العجانة نفسها اللي هي البلايد دي ما تتشالش، لا تشيلها ولا تنضفها ولا اي حاجة. لما تبتدي تعجن لا بس ممكن انضفها، تقصدي تنضفها بفوطة؟ تنضفها بفوطة. هي ستان ستيل، فاول وات يو نيد انك انت اول ما تبتدي قبل ما تعجن تتاكد ان البول نظيف، فوطه مبلوله، وتروح منظف البول الستانلس ستيل، وتقفل الجارد. ده عباره عن جارد ليه؟ لان ده بيحصل ايه لما بتستارت الماشين، بتدوس على الزرار زي ما انتم شايفين بيلف البول، وفي نفس الوقت بيلف في نفس الاتجاه سرعه واحده. هي سرعه واحده، ما فيهوش مفتاح سرعات، ما فيهوش مفتاح سرعات، هي سرعه واحده. ستارت. ليت سي مثلا انت عاوز تظبط العجين، ما ينفعش تظبط العجين، لان مجرد ما هتفتح الجارد اوتوماتيك الماشين هتفصل علشان خاطر السيفتي. كويس. لما تيجي ترجعها تاني يو هاف تو انك انت تو بوش الستارت باتن علشان تبتدي تعجن تاني. طب ولو حد استخدم الجارد ده والكفر ده بدل الكيلو مكتوب عليه ستوب، هنا في كيلو مكتوب عليه ستوب. الستوب علشان بعد ما تخلص العجله اللي انت عاوزها، اول وات يو نيد تو دو ستوب. يعني اي ثينك يو يعني الافضل من الافضل ان احنا نستخدم الكيز اللي مكتوب عليها ستارت وستوب. ما تفتحش الجارد، ما تفتحش وهي بتشتغل. ما تفتحش وانت بتشتغل لان ده مش سيف. عاوز توقف الماشين ستوب، عاوز تفتح الماشين ستارت، هي سرعه واحده. تمام. بعد ما بتخلص هي الماشين محطوطة جنب البنش. انت بتجيب دلوقتي البول اللي هتحط فيه العجين، هتشيل العجينة وتحطها هنا على البنش، وبعد كده تبتدي تقطعها وتعمل simple. It's very simple. It will last for يعني many years. It's commercial. وهي made in Italy. والوارنتي بتاعها for one year للموتور. بس طبعا لو حصلت حاجة بعد الير، طبعا it depends على اليوز بتاعك. يعني ما ينفعش انك انت لما تيجي تعجن العجين، حاول انك انت تريح الماشين. كل ما تدي العجنة مثلا 5 كيلو دقيق كل ما بتريح الماشين. صحيح هي بتستخدم 15 كيلو فلاور، بس مش معنى كده نحط لها ال 15 كيلو فلاور. كل ما تعجن مثلا 3 عجنات كل عجنة 5 كيلو، احسن ما تعجن لك عجنة كبيرة مرة واحدة. ده يحافظ على الماشين ويديها عمر اكتر. ربنا يبارك. Thank you very much.